ربنا. انا اللحمه مش عندي بتكلم عنك يا فندم، ماشي يا فندم ماشي. انا ما اقصدكش، ماشي انت راجل محترم وجزار محترم وسمعتك سابقاك، وانا فعلا وصل لي معلومات ان انت راجل محترم. الله يعزك. لكن خلينا عامه يعني نطلق الحديث عشان احنا ناس كتير بتتفرج علينا. تخيل قد ايه وقت قد ايه يعني اللحمه؟ والله هو يوم والتاني وشكرا على كده. يوم والتاني متعلقه وشكرا. لا يوم والتاني لا، يعني عندك من الصبح لحد المغرب دخلت التلاجة، طلعتها تاني يوم. يعني من الصبح لحد المغرب تفضل متعلقة. طبعا في فوطة يعني كم ساعة يا فندم؟ يعني كده اللهم صل على النبي 12 ساعة. يعني قول لا مش 12 ساعة، يعني كده زي 10 ساعات. 10 ساعات طبعا. طب 10 ساعات، 10 ساعات الأستاذ محمد قال لك تبقى اللحمة فاصلة هناخد